اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون مراجعه للعبه سكالن بونز او لعبه رايه القرصنه. بعد ما لعبتها لاكثر من 50 ساعه واستمتعت بيها جدا وانا بلعبها، وحابب اشكر يوبي سوفت انهم بعتولي نسخه من اللعبه، وحابب افكركم ان انا عامل جيفاوي على نسختين من اللعبه، والجيفاوي مقدمه من شركه يوبي سوفت. فلو حابب تشارك اكتب كومنت علشان تدخل في السحب، وانا هبقى اتواصل مع الفائزين. نبدا بقى في المراجعه مع بعض. واول حاجه عايز اقولها ان في ناس كتير كانت بتهاجم اللعبه من قبل ما تنزل، وكانوا شايفين ان اللعبة سطحية وغير كاملة، وده لانهم لعبوا اول ساعة او ساعتين بس من اللعبة، وبالتالي هم للأسف ظلموا اللعبة، لان نظام اللعبة متقسم على 3 مراحل، كل مرحلة منهم ليها مزايا وطريقة لعب واهداف مختلفة. يعني مثلا في اول مرحلة من اللعبة بيكون معاك مركب صغير ومش بيكون معاك اي فلوس خالص، وبتحاول تجمع موارد علشان تبني سفينة صغيرة، وكمان بتعمل شوية مهمات علشان تجيب فلوس، ودي انا بعتبرها اكتر مرحلة مملة في اللعبة. وللأسف كل اللي قالوا ان اللعبة مملة هم ما كانوش جربوا اصلا غير المرحلة دي، لان متعة اللعبة الحقيقية بتبدأ من المرحلة التانية، وهي مرحلة الميد جيم. وفي المرحلة دي انت بتكون في رتبة قطاع الطرق، وبتسافر لشرق المحيط الهندي، وبتشوف مناخ جديد تماما زي العواصف الرعدية والامواج العالية، وكمان بتلاقي السفن الكبيرة اللي ممكن تقضي عليك من ضربة واحدة. كمان في المرحلة دي انت بيكون معاك سفينة قوية، ومش بتحتاج تعمل اي مهمات، يعني حرفيا انت بتعمل كل اللي على مزاجك في اللعبة، زي مثلا انك تروح تهاجم سفينة الاشباح ووقتها هتاخد منها لوت اسطوري، او تروح لايفنت بتهاجم فيه اللاعبين التانيين علشان تاخد خريطة كنز اسطورية، او تروح تعمل معركة مع اكبر السفن، او كمان تروح لاي باونتي قوي وتقدر تهزمه وهتاخد منه اسلحة قوية جدا. وحط بقى امثلة كتيرة جدا زي اللي قلتها لكم. يعني من الاخر انت بتعمل كل اللي انت عايزه في المرحلة دي، واللعبة فعلا مليانة محتوى. انما بقى المرحلة الاخيرة في اللعبة، وهي مرحلة الاند جيم، وفيها انت بيكون معاك اعلى رتبة في اللعبة وكمان اقوى سفينة في المحيط، وبتبدأ وقتها انك تكبر الامبراطورية بتاعتك، وتدخل ايفنتات محدش يقدر يدخلها غير الناس اللي في مرحلتك، او كمان تهاجم سفن ضخمة جدا وهتاخد منها لوت اسطوري وحاجات تانية كتير مش عاوز احرقها عليكم. يعني كل مرحلة منهم بتقدم لك محتوى مختلف، كأنك بالظبط بتلعب 3 العاب في لعبة واحدة، فصعب جدا انك تزهق من اللعبة لو استمريت فيها. وحط كمان فوق كل ده انك تقدر تلعب مع 3 من صحابك، وكمان كل 3 شهور بينزل محتوى جديد في اللعبة، يعني اللعبة هيكون محتواها جديد باستمرار. لكن بصراحة الناس اللي قالت ان اللعبة سيئة او سطحية هم للأسف ما اخدوش الوقت الكافي في اللعبة. وبالنسبة للناس اللي بتقول ان اللعبة ما فيهاش قتال بالسيوف، فاللعبة اصلا مركزة على المعارك البحرية، وعدم وجود قتال بالسيوف ده ما يعنيش ان اللعبة سيئة، ده معناه ان اللعبة مش مناسبة ليك. وفي فرق كبير بينهم هما الاتنين. اللي حابب اقوله ان لعبة رايت القرصنة جميلة جدا، وانا مستمتع بيها وبلعبها بشكل يومي، وانصحك بيها طبعا بشرط انك تكون بتحب المعارك البحرية، لان معارك السفن في اللعبة دي افضل بكتير من بلاك فلاج. وانا برضو حابب اعرف رايكم في اللعبه، واتمنى لو عجبك المحتوى تدعمني بلايك واشتراك للقناه، وما تنساش تكتب تعليق علشان تدخل في الجيف اواي. واشوفكم في فيديو جديد.